توك داخر نهني اشوف غير في الطريقة حتى بلقون وعدوك بتجلسنا. شوف اللي نشوفنا. ما نشوف يا اخي. شوف اللي نشوفنا. ما نشوف. قم من شله. حرام يا اخي. قم من شله. اوه حرام. قم من شله قدام مين صاحبك اللي قلنا احنا حرام حلال. حرام. والله وايد شوها. والله بس حق الناس حرام. وعاد. كيفكم؟ الحمد لله. وايش فيه؟ ماشي والله ماشي. هيا مشينا. وين مشينا؟ يلا انتم تعدون ابغى المباراه. يا مره معنا شغل بنلقيها بعدين بنين شغله. وانتم جيتوا تدعون عشان المباراه؟ لا اول شيء بغى شغله بنلقيها بعدين بنجي. وادي فلوسي ضاعت كله راح يا عيالي. بارك الله فيكم حد شاف فلوسي؟ ها لا 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 ما حد شاف. وين سقطت يا والد؟ في ذاك المكان. لا يمك يا والد نبلقي عليهم في المسجد وبسأل أهل الحافكمة ولو قد حد حصلها بجيبها لك. وين حالك يا والد؟ في الحافة الثانية وسأل أبو صالح. ولا يهمك بارك الله فيك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا والد حد حصل في شي فلوس؟ لا لا. متأكدين؟ أيوه. شو أصحاب شوفوا دي أمانة والأمانة تبرت عن الجبال وحرام. ها؟ حرام؟ ما حصلناها مسجون في قاعة ربي على النه. واوا يعني الفلوس معكم؟ أيوه بس حصلناها في قاعة ربي. لا لا من قال لكم؟ دي الكلام لا 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 دي حق الرجال سقطت منه وحقه حصلتوها في قاعة ربي. لا لا دي الكلام ما يجوز. سمعتوا؟ وربي بيطرحكم شوفوه في النار ودي شوفوها امانه. تحبون حد يشيل فلوسكم؟ طبعا ما بنخلي حد يشيل فلوسنا لولا ابغانا الله يغضب علينا. ايوه بارك الله فيكم والله يغضب علينا لانها امانه. دحين تعودوا من الشيطان وتعالوا عطوا الرجال فلوسه وتسامحون منه. استغفر الله استغفر الله.